السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم زراعة عقلة مع بعض المعلومات الزراعية المفيدة. طبعا أولا تختار عقلة قوية، ثانيا تختار توقيت مناسب. التوقيت المناسب هو فصل الخريف وفصل الربيع، ولكن داخل هذه الأوقات توجد مواسم أفضل وهي مواسم الأمطار، وفي هذه الأوقات تكون نسبة تبخر الماء من العقلة متدنية جدا، وهذا يعطيها فرصة أكبر لكي تنبت جذور قبل أن تجد. طبعا نستخدم تربة خصبة، والتربة الخصبة هي التربة الجيدة، يعني التربة ما تكون مالحة أو ما تكون طينية أو ما تكون تربة مسمدة من وقت قريب. وطبعا في هذه الأوقات اللي ذكرناها ما تحتاج أنك تغطي النبتة العقلة، فقد ضعها في مكان ما فيه أشعة شمس مباشرة. طبعا نلاحظ الآن بعد أسبوع، وأكبر محفز لنمو الجذور هو تفتح البراعم. العقلة الآن لكي تحافظ على نمو هذه البراعم لابد أنها تنبت جذور جديدة. لذلك بما أنها الآن أنبتت بعض البراعم، هي الآن أنبتت جذور حديثة أو أنها لم تنبت بعد ولكن في الطريق. طبعا نتفقد العقلة الآن ونلاحظ أن العقلة ضعيفة ليست ثابتة، وهذا يدل على عدم وجود جذور. كما نشاهد الجذور غير موجودة، ولكنها سوف تنبت في الأيام القادمة، لذلك نعيد العقلة في التربة ونعطيها بعض الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد الآن بعد يومين العقلة أثمرت وورقت، يعني نبتت لها أوراق وثمار بنفس الوقت، ولا زالت ضعيفة لكن نتفقدها. وكما نشاهد الجذور موجودة، الجذور بدأت الآن في النمو كما هو واضح. طبعا النموات الخضرية البراعم أجبرت هذه الجذور على الظهور من أسفل القشر لكي تستمر الحياة. طبعا الآن نعطي التربة رية ماء غزيرة ثم نتركها بدون ماء لمدة أسبوع كامل. هذا، وأتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم.